اهلي تانية وانا بشوفها وكنت بتكلم معاهم، لا انا ابني مفيهوش حاجه، هو الحضانه مش عايز تعمل شغل عليكم. في حضانات يعني بتستسهل وكده، بس في حضانات تانية عايزه مصلحه الطفل طبعا. عايزه تقول لما تقول لك ان الطفل في ريسك عليه او على الاطفال اللي جنبه، يطلع على الكرسي، ينط من الشباك، وات ايفر، لازم معاه شادو تيتشر، لازم نبقى موجودين. لازم لازم نجيب شادو تيتشر. شادو تيتشر فاهمه، مش حد الام هي اللي تروح تقعد معاه في الفصل، او نجيب بنت خالته ولا بنت عمته تيجي تقعد معاه في الفصل، لا يعني لازم حد يبقى فاهم يوعيه ويعرف يديفلوب الحته دي فيه. فدي اللي انا اقدر اكتر حاجه اقول لك، الدينايل بتاع الامهات ده مرعب. مرعب مرعب. يعني هما انت بتحسي ان الام ممكن تكون حاسه ان ابنها متاخر، ومن كتر ما هي مش عايزه تصدق بيبقى في حاله انكار. بالظبط بالظبط. فده وده اكتر حاجه تاخر التدخل المبكر. وتدخل مبكر اذا كي يعني اول حاجه بيقولوها، اهم حاجه تدخل مبكر. طب تقولي ايه للامهات دول؟ يعني الام اللي عندها حاله انكار تطمنيها ازاي؟ بصي، هو في كذا سبب الانكار من اللي انا شفته. اول حاجه انا خايفه انها مش هقدر. اقدر اقول لك ان ربنا خلقنا كستات نقدر نشيل كتير كمان. ربنا ادانا القدره على الحمل والولاده، نقدر نشيل اي حاجه. صح. فهي دي حاجه. الحاجه الثالثه تقبل المجتمع. الام اكتر حاجه بتخاف منها تقبل المجتمع. لا انا ابني ما فيهوش حاجه. اوكي. بسبب ان هل اصحابه والاهل هيقولوا ايه وهيعملوا ايه؟ ما تديش فرصه لاي حد، ولا يفرق معاك اي حد. اذا كان دلوقتي اصلا وهم قاعدين في الفصل بيبقوا قاعدين كلهم في فصل عادي، يعني مش مثلا في فصل مختلف لمثلا الناس المتاخره في الكلام شويه عن الناس اللي مش متاخره، لا هو كله بيبقى قاعد مع بعضه، بيبقى فيه تقريبا مدرسه بتبقى مع الطفل، الشادو تيتشر اللي هي بتكون مختصه بان هي تاخد بالها عليه اكتر جوه الفصل. هي بالظبط كده. ده هي حتى كمان تسمى دلوقتي بالانتجريشن تيتشر. ليه؟ لان احنا عايزين ندمجه مع المجتمع. بالزبط. انا مش عايزاه يبقى هي لازقه فيه وخلاص، انا ازاي ادمجه مع المجتمع، ودي اهم حاجه. وهنا بقى انا اقدر اطلب منك ان احنا نتكلم بشكل اوضح، ان في مدارس كتير قوي ما بتقبلش الانتجريشن تيتشر في المدارس. فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل، لان هي مدرسه بتكون من بره المدرسه، من بره المدرسه، وما بتقبلش كيسز كمان. ده حاجه انا احبها، ان هو ما بيقبلوش كيسز يعني خالص. ممكن مدرسه ما تقبلش ان هي تدخل طفل متاخر في الكلام جوه الفصل بتاع الناس اللي مش متاخره. بالظبط كده. فبالتالي عدد المدارس اللي بتقبل قليل، فبالتالي الاهالي نفسها تقعد تقول لك طب وانا لا انا مش هقول حاجه وهخليه هم يكتشفوا في المدرسه وخلاص. طب احنا كده عملنا ايه؟ انا مش عايزاه كرسي قاعد. ده حاله الانكار اللي انت بتقولي عليها. بالظبط كده. مش عايزه اقعده في كرسي في الفصل وخلاص، انا عايزه اطلع منه اللي هو يعرف يعمله، اطلع منه المواهب المدفونه اللي فيه. فازاي اقدر اعمل ده في مدرسه هو قاعد فيها وخلاص ما بياخدش السبورت المظبوط اللي المفروض المدرسه تديهوله؟ لازم تبتدي مدارس وحضانات تقبل وجود الشاي تيتشر وتقبل الاطفال دي. طبعا ده نفسي فيه بصراحه.